أعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار عن برنامج المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية 2018 بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، حيث قدمت معاليها شرحا مفصلا عن هذا الجدول لفعاليات هذا العام الذي يضم مجموعة من البرامج والفعاليات التي تبرز جمال إرثنا الحضري والثقافي المرتبط وبشكل وثيق بإرثنا الإسلامي. بنية تحتية ثقافية انطلقت على شاطئ المحرق لتثري لتحتفي على مدار عام كامل بزوار المحرق بعد اختيارها عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2018، ويزيدها تألقا وجمالا برنامج حافل بالفعاليات المتنوعة والمعارض المختلفة كشفت عنه هيئة الثقافة والآثار، والتي تحتفي به بأسلوب مميز قادر على إبراز تاريخها وتراثها المرتبط وبشكل وثيق بإرثنا الإسلامي. من قلعة أبو ماهر من المحرق تنطلق فعاليات عاصمة الثقافة الإسلامية المحرق 2018، تحفل بكثير من الأنشطة لكونها عاصمة للثقافة الإسلامية، ومنها تنطلق كثير من الفعاليات التي تقول أن المحرق جديرة بهذا اللقب، ومنها نقول للعالم أجمع أننا دين التنوير، دين التجميل، دين التعمير، مشروع طريق اللؤلؤ، المشروع الحيوي أو المتحف المفتوح الذي يعتبر أكبر متحف مفتوح يمر بالأحياء الشعبية ويرتقي بها لكي يحكي قصة القواص ويحكي قصة اللؤلؤ الذي كان عمادة للحياة الاقتصادية في البحرين، والذي أدرج على قائمة تراث الإنسان العالمي 2012-2018. يكتمل المشروع أو يكتمل الجزء الأكبر منه، وبحضور جلالة الملك يفتتح مركز المعلومات الذي سيكون مركزاً لكل زوار المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية. بعنوان جديد استقبلت المحرق العام الجديد كعاصمة ثقافية لأوطاننا العربية والإسلامية لعراقة تاريخها وإرثها الإنساني، بالإضافة إلى ما تضمه البحرين من مقومات حضارية متميزة تبدأ من الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تمكنت من تحويل مدن المملكة إلى مراكز إشعاع حضاري ونموذج مشرف للعمل الثقافي. الثقافة الإسلامية بوجهها الصحيح، بمفهومها الصحيح، ثقافة متفتحة متنورة تدعو إلى العلم والمعرفة والخلق والابتكار والعمل. فإذا استطعنا أن نضع هذه العلامات المضيئة في الثقافة الإسلامية فإننا بخير إن شاء الله، نستطيع أن نصحح الكثير من المفاهيم التي للأسف دست غلطا وخطأ على الثقافة الإسلامية. المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية لقب استحقته عن جدارة من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة خلال الدورة 9 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، والذي عقد في مسقط عام 2015، لتكون المحرق منبرا لنشر الثقافة الحقيقية لديننا الإسلامي وما يحتويه من إرث حضاري وقيم ومبادئ تحث على التسامح والحب. بعد اختيارها عاصمة الثقافة الإسلامية لهذا العام من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، المحرق على موعد مع مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي ستعكس صورة المتسامحة عن الإسلام على مدار عام كامل. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.